أخبار اليوم. دكتور محمد أبو العلا، اهلا بحضرتك استاذ جراحه معاذ. اهلا بحضرتك يا فندم. حضرتك حريص على انك تيجي تشارك النهارده في الانتخابات في المرحله الثانيه؟ يا ريت يبقى انتخاب حلو، تيجي ناس محترمه. بقى حضرتك كنت حريص انك نازل تدلي بصوتك، ايه السبب؟ عايز ناس تيجي محترمه شويه المجلس، مش منافع شخصيه تيجي عشان منافع الناس تشيل بلاد شويه مع الرئيس ده الغلبان. يعني حضرتك شايف دلوقتي ان العمليه الانتخابيه خدت من حضرتك وقت قد ايه ثواني؟ كل الامور سهله. ثواني كل نظام والناس فاضيه والناس منتظمه جدا، التامين 100% كل حاجه حلوه. تنزل تنتخب. يعني حضرتك ايه الرساله اللي انت توجهها النهارده؟ تنزل تنتخب الناس، وتقصد الشباب. عايزين شباب بقى، كفايه ناس عواجيز زي كده ما ينفعش. عايزين شباب ينزلوا ويسندوا الرئيس دوت، يشيلوا البلد دي شويه، يشيلوا هم بقى شويه. البلد محتاجه الشباب دي كلها تنزل ويشيلوا البلد مع الرئيس. كفايه عواجيز وكفايه ناس قديمه. والله عايزين فكر جديد، ناس جديده، مش مصالح شخصيه، ناس تخدم البلد ما تخدمش نفسها. حضرتك الى اي درجه حضرتك متفائل ولا غير متفائل في بيني وبينك ولا كده ولا كده؟ المنظر اللي شايفه كده ولا كده ولا كده؟ الناس مش عايزه تساعد الرئيس اللي انا شايفه كده، مش عايزين يساعدوه. راجل كويس قوي، عايز يسيب البلد ويقومها، مش عايز يساعده.